بالنسبة للاجتماع يوم الأمس مع السيد الباشا وكان بحضور السيد القائد، الأهم الأمور هو أنه وإحنا ما زال في الحجر، ولكن كاين واحد التخفيف، وذاك التخفيف اللي عطاو اللي درنا تناقشنا معاه مع السيد الباشا تخفيف مشروط، ألا وهو أنه المحلات يكونوا معقمين، صاحب المحل والخدام اللي معاه والعمال اللي معاه يكونوا تا هما دايرين الكمامات ديالهم ومعقمين وديروا شريط قدامهم والطوابل ما يخرجوش والأزقة تكون منظمة وتكون نقية. والحمد لله إلا كنا مشينا في هذا المسار راه غنخرجوا بخير ولا خير. وإلا وقعت شي حاجة كما الشروط اللي شرطتها السلطة، إلا وقع أدنى شيء غيضطر السوق غيتغلق، وحنا ما كنحبدوش هذا الشيء. حنا علاش دابا حنا قائم الذات ونايدين كنقوموا بهذا العمل باش نخرجوا باش نوعيوا التجار ديالنا باش يقوموا بهذا العمل ويكونوا معنا يد في يد باش نخرجوا بالسوق بعبر الامان. اللي كنبغيو نقولوا للتجار جوطي الدرب غلف وساكنه ديال مدينه الدار البيضاء والمغرب كله، طلب الله سبحانه وتعالى انه يفرج علينا هذا الغمه هذه ويكشف ويحفظ الامه. احنا بدورنا كتجار جوطي الدرب غلف كان لنا لقاءات مع السيد الباشا والسيد القائد مشكورين من هذا المنبر، وكذلك السلطات كلها والقوات المساعده والناس اللي كانوا دائما كيسهروا على الامن ديال السوق وعلى النظافه ديال السوق. كما كتشوفوا التعقيم ها هو كيجي بشكل دوري، فمن بين النقاشات اللي ناقشناها اننا خصنا نتاخذوا جميع الاحتياطات اللازمه من اجل هذا الحجر الصحي ومن اجل السلامه ديالنا اولا والسلامه ديال الزبناء ديالنا وديال الناس اللي كيزورونا في السوق. فمن هذا المنبر كنبغي نقدم واحد الرساله للتجار جوطي الدرب غلف انهم يلتزموا، كذلك الزبناء ديالنا انهم يجيو عندنا مرحبا بهم، حنا نستقبلهم بصدر رحب وفرحانين بهم انهم يتواصلوا معنا، ولكن بشروط الوقايه اللي حنا غادي نلتزموا بها ونتمنوا حتى هما يلتزموا بها. وجوطي الدرب غلف راه كترحب بجميع الزبناء ديالها وحنا كنحاولوا ما امكن ان شاء الله، وكاين اللجان اللي هي غادي تسهر على 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 الوقايه وعلى التعقيم وعلى ان الزبناء يولجوا السوق بطريقه سلسه ويعني بطريقه صحيه ان شاء الله. حنا راه باقيين في حاله الطوارئ، يعني هذا كاين واحد شويه ديال التخفيف، نحاولوا ان شاء الله اننا نطوروه ونلتزموا كاملين باش ان شاء الله نحيدوا من المرحله الثانيه للمرحله الاولى ان شاء الله. ونتمنى التوفيق للجميع، تحيه لجميع تجار درب غلف والزبناء ديالنا. مره اخرى كنقول لهم مرحبا بكم في جوطي درب غلف. الازقه هي راه متسعه، المحلات ما غاديش يكون الخروج، المحلات كلها كتعقم، المسائل ديال اللوجستيكيه الوقايه راه كلها متوفره، فمرحبا بكم، لا خوف عليكم ان شاء الله. بالنسبه للاخوان الكليين اللي غيبداو يمارسوا جوطي الدرب غلف، الامور الحمد لله راه التزامات النقاشات اللي كانت البارح مع السيد الباشا والسيد القائد مشكورين، راه الالتزامات ان شاء الله كاع غنقوموا بها. واليوم ان شاء الله حنا راه في السوق باش نعقم السوق وباش تكون الامور مزيانه، والكليين اللي غادي يجيو الحمد لله راه غنديروا لهم الابواب ان شاء الله غيكون فيها التعقيم، وغيكونوا شي زبناء اللي غادي يديروا التعقيم بالنسبه للكليين اللي غادي يدخل راه غيعقموا ليه. والامور الحمد لله بالنسبه للكليان مرحبا في اي وقت، الدرب غلف راه ان شاء الله ابتداء من السبت غادي يحل الابواب ديالو في الساعه 9 صباحا الى 6 مساء. وبالنسبه للاخوان اللي في الزوطيه راه درنا عليهم كل تاجر باسم ديالو وشرحنا لهم الظروف اللي غادي تمر من هذا الوباء في الظروف ان شاء الله اللي غنتمنى الله سبحانه وتعالى باش في امور صحيه. وبالنسبه للكليان الاخوان راه كلشي تفاهموا والتجار الحمد لله كاع ملتزمين، وحنا راه الصف ديالهم ان شاء الله، وحنا راه كنمارسوا يوميا اللي بدا الوباء وحنا في الزوطيه. اليوم من بعد الازمه ديال كوفيد 19 كورونا دونك الحمد لله بمجهودات ديال الناس القائمين على السوق تمكنوا من اتفاق مع السلطات المحليه باش يتفتح السوق، ولكن ذلك غيكون ان شاء الله فيه بزاف المعايير اللي منها اللي غنراعيو فيها السلامه ديال لو كونسوماتور. من هذه المعايير كيف كتشوفوا حنا خوينا المحل كنتسناو الشركه المختصه في التعقيم باش تجي تعقم المحل، وغادي تكون عندنا لابور ديال لي بافيت سون اوبليغاتوار مراعاه المسافات الامان، وغادي نتفاداو حتى الزحام ما خصوش يكون بزاف. بالنسبه للحركه كيف كتشوفوا كاع المعظم ديال الناس التجار هنا في درب غلف راجعوا باش كيقوموا بعمليات النظافه، واللي معاقد مع شي شركه ديال النظافه راه غادي تجي لعندو، وهادشي كامل كنحاولوا نطبقوا التعليمات ديال وزاره الداخليه والجهات المختصه اللي كتسهر على السيروره ديال هاد السوق الدولي ديال درب غلف.